من أنت ومن أنا؟ وما هذه القصة التي نعيشها أنت وأنا؟ هل هي حقيقة أم مجرد خدعة كبيرة؟ اليوم أروي هذه القصة بلغة سيفهمها الجميع، لأنها لغة المشاعر والروح، لغة الحب والفرح، اللغة التي تسرد قصتنا، قصة لم تشبه أبدا قصص غيرنا، لأن في هذا اليوم مشاعري تتحدث عنك بدقات من قلبي توصف حبي لك. لكن أين أنت؟ أين هذا الحب العظيم الذي يؤلمني ويقودني إلى جنون أبدي؟ أين الأمل الوحيد الذي كان يشغل ذهني وبالي؟ اليوم لا يعاتبني بركان ولا فيضان ولا زلزال، بل الشيء الوحيد الذي يعاتبني هو أنت بعيدة عني، أنت التي جعلت روحي تحترق في نار من حب وعشق لا تطفئه إلا أنت، جعلت من نهاري جحيم وحزن لا ينتهي، ومن ليلي غار وظلمات تسكن وجداني. أريد أن أستنشق عطرك الذي كان يلهمني ويغرقني في مشاعري، أريد نظرة عينك التي تجعلني بالفعل رجل ينطق بكلمات تعطي روح وكيان لشعري. أريد أن لا أنساك، لا أنساك حتى لو جاءت غيرك تسكن وجداني وكياني، لم أعطيها قلبي التي تسكنه إلا أنت. أنت التي جعلت مني اليوم شاعر لم يتوقف أبدا من الكتابة عنك حتى لو أحببت غيري، لكنك ستبقي حتى الموت في تاريخي وشعري الذي لم ينتهي أبدا من أجلك.